صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 82 لسنة 2024 بتعيين وكيل في وزارة الداخلية وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد راشد محمد بنجمة وكيلا للوزارة لشؤون السلطة التشريعية بوزارة الداخلية